مثل قطار لا يعرف التوقف، يمر على محطات الحياة واحدة تلو الأخرى. قد نود أحياناً لو يعود القطار بنا في محطة ما، لكنه لا يعرف العودة أبداً، فهو يواصل رحلته الدائمة من محطة البداية إلى محطات المستقبل بكل ما تحمله من مفاجآت. ربما لم نختر نحن محطتنا الأولى، ولم نحدد موعد انطلاق قطار حياتنا، ولكن يمكننا إن أردنا أن نقود نحن القطار ونصل لما نريد. مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مبدعون، واللي من خلاله بنسلط الضوء على ذوي الإعاقة. ضيفنا لليوم مشاهدينا الأعزاء لم تمنعه إعاقته ومرضه من الاستمتاع بهوايته في الرسم والخط العربي، فبالرغم من إصابته منذ فترة بجلطة أدت لتواجده في مركز الإمارات للتأهيل والرعاية، إلا أنه أبى أن يتنازل عن مواهبه الفنية. خلونا نرحب مشاهدينا الأعزاء بالفنان التشكيلي الأستاذ علي محمد الأميري. يا مرحبا بك، حياك الله. حياك الله شيخ، الله يبارك فيك. نورتنا اليوم. الله نور وجودك. الله يبارك فيك. الله يسلمك أستاذ علي. في البداية لو بنتكلم عن مرضك والحالة اللي جعلتك من ذوي الإعاقة. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. طبعا مرض لا بد منه، والحمد لله ما اعتبر مرض، فضل الله عز وجل. المرض هي نعمة من الله سبحانه وتعالى في حكمة أصبت بإعاقة جسدية وجلسة دماغية، فالحمد لله اليوم أنا بخير عافية، فضل الله عز وجل. نعم. الحمد لله. لو بنتكلم يعني بشكل أكبر يعني عن هذه المحنة، وبنقول كيف قدرت تتجاوزها؟ الحمد لله، هي الإنسان لابد أي أمر من كان إنسان لابد إنه هالشيء بيد الإنسان، بيد الشخص بروحه، يعني هالشيء صحيح. المفروض يكون عندك توكل على الله سبحانه وتعالى، بدون توكل ما تقدر تسوي شيء. التوكل هو جزء من شفائك يعني. نعم نعم. جميل. اهتمامك بالفن والخط العربي، هل كان قبل هذا الظرف اللي وضعت فيه ام بعده؟ لا طبعا، انا من صغري انا امارس هذا العمل، الخط العربي والفن التشكيلي من صغري يعني. نعم. وقمت بهم كذلك ما يقارب اكثر من 30 سنة تقريبا، انا أقوم بأعمال فنية كإنشاء معارض فنية، دورات في مجال الخط العربي والفن التشكيلي هم كذلك. يعني نقدر نقول بديت من مرحلة الطفولة من المدرسة؟ نعم من الطفولة، يعني هاي تقريبا أنا أذكر هاي الموقف اللي مثل أقول استشعرت فيه بأن عندي جزء موهبة فنية. أحد المواقف اللي مريت فيها ذكرها، اللي يوم كنت في بداية مرحلة الابتدائية تقريبا أولى ابتدائي، كنت في البيت، أتذكر أبوي الله يرحمه والصديق يعني البيت، وأبوي قال حق صديقة، كان أول أيام الدراسة، وقال أبوي قال حق ربيع شوف علي كيف كتابته وخطه يعني كذا شيء، انا بيك. فالوالد راح كنا يجيب شيء يعني ضيافه حق رفيجه وشيء، فربيع قال لي علي اشوف خطك، ابغى اشوف كتبك، طلعت لك كتب من الشنطه فشاف، قال لي طيب اشوفه وشو كاتب انت، وراويت الاشياء اللي كاتبينها يعني في المرحله الابتدائيه كذا شيء، فشاف قال هذا خطك، قلت له قال مو خطك
قص علي يعني اذكر هالشيء. قلت له خطي، تلقى خط استاذكم، قلت له هذا خطي. المهم سولف يداعبني كذا شيء، فدخل بعد شوي ابوي قال ها شو شفت علي؟ تقول قال حق ابوي محمد ده ولدك؟ تقول ليش شوفي؟ قال لا مو ولد. قال ليش؟ قال ما شاء الله يعني هذا خطه ما شاء الله كخط واحد في الثانوي او الجامعي ما شاء الله. فابوي قال باسلوبه قال كلت ولدي يعني قول ما شاء الله. فاذكر هالموقف يعني. كم كان عمرك هاي الفتره؟ يعني تقريبا 7 سنوات تقريبا. يعني شوف الاشياء واحد يقول 7 سنوات يتذكر الاشياء. شوف في انسان يمر في 3 مراحل في حياته يعني يتذكرها. يعني شو الشيء الشيء الايجابي والجميل في حياتك ما تنساها. صحيح. الشيء الوسطي سبحان الله هي حكمه انك تنساها يعني. نعم. وشيء مثل ما اقول شيء سلبي في حياتك ما تنساها. وها من الاشياء الايجابيه اللي اذكرها يعني وكان تحفيز وكان تشجيع لي يعني. جميل. نعم. أستاذ علي شو اللي دفعك للاستمرار في مجال الفن للرغم ما تعرفت له؟ نعم بالعكس شجعت أكثر لأن هاي كانت رسالة كتاب وصل حياة الفنان هي رسالة أن يقدم رسالة إيجابية. نعم. بالعكس هذا شيء وطمحت فيه وسألت الله سبحانه وتعالى والحمد لله وفقني فيه لأن أنا أول ما أصبت بجلطة دماغية في نفس الوقت الأطباء وصل لي رسالة من الأهل لأن الأطباء قالوا لي أنه مستحيل أن هذا الشخص علي راح يقوم. نعم. إيه هذا 3 أطباء قالوا لي مستحيل أنه يقوم. وفي طبيبين هم كذا قالوا إذا قام بس يتحرك يعني يكون سريريا فقط يعني بس. فأنا بغيت سبحان قلت الله سبحانه وتعالى هو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد البشر. أكيد. والحمد لله قمت سويت أشياء ربما في ناس ما عندهم إعاقة أو مرض ما يقدرون يسوونه يعني أصحاب الهمم. جميل. والحمد لله قدرت سويت معارض كثيرة ومقابلات وقد تقديم ورش. بنرجع إن شاء الله للمعارض والورش بس أنت ما شاء الله عليك يعني يعني أثناء مرحلة علاجك قمت بتحويل غرفة العلاج إلى مرسم، كيف فعل ذلك؟ نعم نعم حتى مش في غرفة العلاج حتى أثناء السفر يعني في الطائرة حول المكان لأن في طبعا المصغر مسموح لي فيه فقدموا لنفسي أعملها كمرسم. جميل. أقوم سواء كان خط أكتب بعض العبارات أو الحكم أو آيات قرآنية أو أرسم شيء ما في خلال السفر لأن تعرف بعض في السفر مسافات طويلة كذا شيء وأحاول أقدم الوقت. نعم. هذا بالرسم. نعم. بالخط. بس الغرفة هذه كيف حولتها إلى مرسم؟ نعم هذا حاولت الله يسلمك لأن كان عندي رسالة أقدمها أولا للأطباء والمرضى. للأطباء أنا بغيت أمثل طبعا سويت المرسم أنا مرسم متكامل سويته منها اللوحات الفنية في مجال الفن التشكيلي وفي مجال الخط العربي. نعم. وهم كذلك رسم الكاريكاتيري. جميل. حاولت نعمل المستشفى كلها يعني حاولت المركز حاولت حتى قدمت فيها معارض شخصية يعني. فيها. جميل. نعم. جميل أهنيك حقيقة على هذه الروح الحلوة اللي تمتلكها. أستاذ علي ذكرت في إحدى الصحف بأنك لا تعتبر الخط والفن هواية، إذا شو تعتبرها؟ نعم، لأن كثيرين يقولون دونجون الخطاطة والفنان يقولون إن هذا هواية، لا فرق بين هواية بين الخط خطاط ما تريد عن طبعا الخطاط الهاوي يختلف اللي خطاط جميل، أما خطاط لا ما يعتبر هواية يعتبر نقدر نقول حرفة احتراف بالحرفية بالدراسة تأخذ بالدراسة. نعم جميل. وأيضا أقمت وشاركت في العديد من المعارض، لو نتحدث بشكل مفصل عن هذه المعارض الفنية. نعم هي الحمد لله معارض خلال سنوات اللي مرينا فيها معارض كثيرة قدم فيها معارض
جماعية وفي معارض شخصية وأكثر معارضي شخصية الحمد لله رب العالمين. يعني أنت اللي تبادر وتقوم بهذه المعارض الشخصية؟ نعم، في مبادرة مني أنا، في مبادرة من بعض الجهات الحكومية وبعض الأماكن اللي عندهم اهتمام في من المدارس ووزارة التربية والكليات والمعاهد وبعض الدوائر الحكومية. منو تستهدف من هذه المعارض؟ منو الفئة المستهدفة؟ جميع الفئات. جميع الفئات. شو الرسالة اللي تبغى توصلها من خلال هذه المعارض؟ طبعاً الفن هي رسالة وتكون رسالة إيجابية للمجتمع، ومنها نطلع بأشياء إيجابية طبعاً للمجتمع. نعم. سواء كان ناطقين وغير ناطقين بها يعني. نعم. الناطقين هو ناطقين باللغة العربية وغير ناطقين لا. الأجانب يعني أجانب بالعكس يعني عندهم اهتمام كبير وبالغ في مجال الخط، بالعكس هم يحسدون العرب اللي عندهم موهبة كبيرة هي الخط العربي يعني. نعم. شو اللي خلاك تتخذ مجال الفن التشكيلي خلينا نقول مجال آخر للتعليم؟ يعني هو هي مثل ما قلت لك أنا فهني هي رسالة، وهي رسالة التعليم، وهم كذلك هي هوية الخط العربي، هي هويتنا كيف لا، وأن هي نتعامل مع اللغة العربية لغة القرآن. كنت أنت أول كاتب إماراتي يقوم بإصدار كتاب يضم قواعد وأساليب الخط العربي ليستفيد منه أصحاب المواهب، حدثنا أكثر عن هذا الكتاب وهذا الإنجاز العظيم. الحمد لله يعني ها كان فعلا بالنسبة لي إنجاز وفخر واعتز فيه، قم بالتأليف كتاب قواعد خط العربي اللي يعتبر هذا الكتاب مرجع مرجع للطلاب للطالب اللي بيتعلم الخط العربي، هم كان مرجع للأستاذ هم كذلك. نعم. يعتبر في 2008 ألفت هذا الكتاب، اعتبر فضل الله عز وجل أول إماراتي بتأليف كتاب. طبعا مؤلفين إماراتيين كثيرين، ولكن في مجال الخط العربي ما زلت اعتبر أول خطاط على مستوى الإمارات، مش بس على مستوى الإمارات وعلى مستوى الخليج، لأن الدول العربية في مؤلفين في خط مجال خط العربي. نعم. أما في الخليج في الإمارات تعتبر ما زلت يعني بحث الموضوع، ما زلت هذا الكتاب ما زال يعني. سيد علي، شو الصعوبات اللي واجهتها خلال مسيرتك الفنية سواء قبل الإصابة أم بعدها؟ الصعوبات الحمد لله واحد سأل الله التوفيق من الله عز وجل ويتوكل الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله سبحانه وتعالى كانت والحمد لله، وبعد الإصابة الحمد لله سألت الله سبحانه التوفيق والحمد لله. يعني أنا كتابتي بجهة اليمنى، أكتب الأيسر أنا، والإصابة جهة الأيمن يعني. بعدها الحمد لله هاي بعد النعم من الله سبحانه وتعالى أن حفظ لي إيدي، يعني هو السلاح يعني اللي هو أكتب فيه يعني، الحمد لله رب العالمين. طبعا فضل كل شيء وأعطاني كل شيء الحمد لله أنا بخير، لكن أقول لك هذا بعد فرحت يوم شفت الحمد لله إصابة يعني مو في الإيد اللي أكتب فيه يعني. الحمد لله رب العالمين. أستاذ علي، أنت لا تعتبر نفسك فنان تشكيلي فقط، وإنما أربعة في واحد، ممكن تفسر لي هذه النقطة؟ واحد في أربعة الله يحفظك أستاذي، اللي هو واحد في أربعة. أولاً الواحد أولاً الخط العربي، ثانياً الفن التشكيلي، ثالثاً الرسم الكاريكاتيري. الرسم الكاريكاتيري بروح يعتبر مدرسة. نعم. فن لكن يعتبر مدرسة ثالثاً. نعم. هاي. ورابعاً أني أنا مصمم مجوهرات. يا سلام. نعم. بما أنك تحدثت عن الفن الكاريكاتيري، أنت أيضاً قلت أنا لي طريقة خاصة في هذا المجال، شو هي هذه الطريقة؟ نعم، طريقة خاصة اللي أقصد فيه اللي هي الفن الكاريكاتيري. طبعا هناك ما زلت انا يعني مثل ما يقول معروف ان نحن نتعلم يوم عن يوم، في اساتذه كبار فنان ما تميز، انا اقصد في ذلك ان اتميز بان بعض الرسامين الكاريكاتيريين هم رسامين لكن
طريقة أسلوب في التعليق ككتاب في الرسم الكاريكاتيري ما يكون بالقواعد، لأنه دارس الرسم بدون قواعد الخط. فأنا الحمد لله ميزة لأني أرسم الرسم الكاريكاتيري أدخل مع الخط العربي بيعطي جمالي أكثر. لأن بعض الرسم الكاريكاتيري من المتفضلات لأنه يرسم لكنه ما يتقن قواعد الخط العربي أو يعني يستخدم خط الحاسوب. فأنا هذا الميزة اللي أحب أفتخر فيه له رسم الكاريكاتيري مع خط العربي بقواعده. جميل جميل. أستاذ علي بستأذنك أنت والمشاهدين وبنروح نشوف أحد الخدمات التي تقدمها أحد المراكز في إمارة الشارجة ونرجع لكم من عقبه. رح أحكي اليوم عن اللغة والنطق والتواصل بشكل عام ودوره الفعال بتطوير من قدرات الطالب. أول إشي الطفل ببلش يستخدم اللغة من خلال اللغة المسموعة، بيتم استماعه لهاي اللغة حتى يقدر بعدين يعبر عنها. تعتبر اللغة بتنقسم لإسمين، لغة استقبالية ولغة تعبيرية. اللغة الاستقبالية بندرج تحتها اتباع الأوامر، المهارات، الاستماع، بعدين حتى يقدر يوصل لأنه يخزن كم هائل من الكلمات والمفردات حتى يقدر بعدين يستخدمها كلغة تعبيرية وتتطور عنده بعمر معين. تطور اللغة من سن لسن بالنسبة للأطفال، يعني قدرة الطفل على استخدام اللغة بالمرحلة الأولى من حياته بالسنة الأولى تختلف عن السنة الثانية. فلهيك بتلاقي الأطفال بعمر السنة بيستخدموا المكاغة والمناغة، بعدين ببلشوا من خلال إنهم يدمجوا بين الصوت حتى يوصل لمقطع حتى يقدروا بعدين يوصلوها لكلمة. على عمر السنتين رح تلاقي الأطفال بيستخدموا اللغة بكمية أكبر، ممكن يصيروا يوظفوها بطريقة أحسن، يعني بيصيروا يستخدموها بطريقة أفضل بعمر السنتين، مثل ممكن يصير يكون جملة من كلمتين. حتى تقدر تتطور اللغة لازم يتم استماع لهاي اللغة من قبل الأهل والأفراد والبيئة، يعني لازم الطفل يتعرض لبيئة صحيحة وصحية مناسبة لقدراته لهذا الطفل حتى يقدر تتكون عنده لغة كويسة لقدام. في مشاكل لغوية بتواجه الأطفال، مثل بيصير عنده تأخر في اللغة أو عدم تطور في نمو اللغة. أنا دوري كأخصائية التخاطب أو لغة ونطق وتواصل إني أدرب هذا الطفل على المهارات الأساسية اللي خاصة باللغة والنطق والتواصل، من خلال إني أعطيه جلسة فردية أو جماعية حسب قدراته. أصير أقدم له لغة مناسبة من خلال اللعب، من خلال وسائل معينة، من خلال التواصل الفعال بيني وبينه، من خلال اللعب الاجتماعي، حتى نقدر نطور من هذه اللغة عند هذا الطفل. أغلب الأطفال بيعانوا من مشاكل كمان نطقية غير المشاكل اللغوية. مشاكل نطقية يعني عنده مشاكل في إصدار بعض الأصوات، الأصوات الكلام اللي ممكن تأخر من عملية فهمه بالنسبة للناس. بالإضافة ممكن يصير عنده مشاكل أصوات أخرى مثل اللدغة، إنه يصير يقرط بحرف أو حرفين، أو مثل يكون عنده تبديل أو تشويه لبعض الأصوات. نفس الشيء هون إحنا دورنا كأخصائيين إن ندرب الطفل على كيف يصدر الأصوات بطريقة صحيحة من خلال جلسات فردية. بالإضافة ممكن إنه إحنا نعمله تمارين لأعضاء النطق إذا كانت هاي الأعضاء فيها مشاكل أو بحاجة لتحفيز حتى نقدر يطلع الصوت بطريقة صحيحة. بالإضافة للتحفيز اللغوي بشكل عام للغة، لازم دائما نعمل للطفل تحفيز لغوي حتى يقدر يصدر وينتج لغة صحيحة. دورنا مش بس إحنا كأخصائيين، بالعكس كمان دور الأهالي كتير فعال بهاي المرحلة، اللي لازم إحنا نتعاون مع بعض، أنا كأخصائي والأهل، نوفر للطفل بيئة مناسبة لغوية حتى يقدر يصير فيها تحفيز لغوي مناسب ويقدر ينتج لغة صحيحة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ولا زلنا متواصلين مع الفنان التشكيلي الأستاذ علي. يا مرحبا بك الغالي. حياك الله أستاذي. حياك الله أستاذ علي. بما أن تحدثنا عن الفن الكاريكاتيري، حدثنا يعني بماذا يختلف فن الكاريكاتير عن الفن التشكيلي؟ نعم، الفن التشكيلي
طبعا محتاج إلى موسوعة. طبعا في الفن التشكيلي هناك مدارس، عدة مدارس، من المدرسة السريالية والمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الوحشية والمدرسة الكلاسيكية والمدرسة التكعيبية والمدرسة السريالية والمدرسة التجريدية، وأنا من المدرسة التجريدية والتكعيبية أكثر شيء. نعم، هذا الفن. أما الفن الكاريكاتيري يعتبر من ضمن الفنون ممكن تستخدم فيها الأشياء، يعني يعتبر باب من الفن، مثل فن تصميم الجوهرات باب، الخط العربي فنهم كذلك باب، رسم كاريكاتيري هم كذلك يعتبر باب. نعم أستاذ علي، بما أن تكلمنا عن الخط العربي وأهمية الخط العربي، وأنت أيضا جزاك الله خير أصدرت كتاب عن هذا الفن، شو رسالة اليوم اللي تبغى توصلها لأولياء الأمور عشان يتميزون أبنائهم ويهتمون أكثر بهذا الخط؟ نعم، أسأل الله توفيق للجميع. بالعكس، لو أولياء الأمور، أنا أستغرب من بني جلدتنا للأسف وايد، يعني كل البعد عن هذا، خصوصا في ظل هذه التكنولوجيا هذه والطفرة الآن والآيبادات والأجهزة هذه التكنولوجية الحديثة. نعم، هذا أثر مو بس على تعليم الخط والفن، الأشياء كثيرة بعدهم عن كتاب الله عز وجل. يعني هذا اليوم دور التحفيظ، اليوم حتى الكبار، مو بس الطلاب والصغار، وحتى الكبار عندما تجد في مجالسنا كل واحد ماسك هذا الجهاز، وحتى جدام والدينا مرة بعض من رحمه ربي، يعني ما في احترام، حتى وكل اللي يأخذه مع جلوسه البسيط عند والدينا تتعطل ماسك الجهاز ومشغل مع جهازه، يعني كذا شيء. هذه فنحن نتمنى العودة تكون، يعني خاصة أنا في مجالي أتكلم وخط العربي، أتمنى الرجوع إلى هذا الشيء. يعني واليوم الحمد لله مش كلامي ولا مدحن، الحمد لله في مؤدرة كبيرة من الشيخ سلطان حاكم الشارقة الله يحفظه، ويشجع دائما على العلم وخاصة الخط العربي. هناك في مرة الشارقة مرة الباسمة هناك عدة دورات في المساجد في دور التعليم يشجع على هذا الشيء. الخط يعني يكفينا شرفا أن الخط العربي، القرآن الكريم بين أيدينا الآن مكتوب خط العربي، يعني فلا بد أن احنا نفتخر بهذا الشيء ونشجع، وهذا يعتبر من تراثنا من ديننا الخط العربي. أهم كذلك أنا في أحد الدورات اللي قدمت للجالية اليابانية، كانت يعني جالية اليابانية في جمعية النهضة النسائية في دبي، كان هاي الدورة كان لمدة 3 أشهر، فكان يوني أمهات يابانيات يعني ساكنات في الدولة، واحدة كانت تجيني من إمارة أم القبيل بالتاكسي بس عشان تتعلم يعني مش هي تي، فهذا أبهرني يعني. فقلت وين بني جلدتنا، وين عيالنا يعني، فأتمنى نشجع عيالنا. وأنت أستاذ ذكر نقطة مهمة، اليوم التكنولوجيا اللي يقول عنها الآيبات أو الهاتف بتنقل اللي فيها برامج الألعاب وغيره، يعني فنحاول إن مثل ما تفضلت إن إحنا لابد نرجع إلى الرسالة الحقيقية، لابد إذا قال هواي هي فعلا هي بتعتبر هم كذلك هواية. الخط العربي يعلم الإنسان الصبر، في يعلم المرونة، يعلمك الأخلاق، يعلمك أشياء كثيرة، هي رسالة كذلك. جميل. يعطيك صورة مبهرة لك أنت، يعني كأنك أنت خطاط يعني. نعم. إلى أي مدى الأستاذ علي الأميري راضي عن ما قدمه اليوم، أو بعد في أشياء، في طموحات، في آمال؟ بالنسبة علي الأميري أسأل الله سبحانه التوفيق، اللهم لنا وللجميع، ما زلت على شاطئ مثل ما يقولون يعني، ونسأل الله التوفيق والحمد لله سبحانه وتعالى وفقنا أشياء كثيرة، نعمة كثيرة. نحن دائما
نطلب القليل والله نعم. سبحانه يعطي الكثير. الحمد لله وفقني أشياء كثيرة. كان حلمي أن يوم من الأيام أن أشارك معرض، والحمد لله مشارك معرض عالمية، أن أقدم ورشة خط. الحمد لله قدمت معرض داخل الدولة وخارج الدولة. ألفت كتاب الحمد لله، وسي معرض شخصي الحمد لله. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. الحمد لله. أنا حقيقة استمتعت اليوم باستضافتي لك في هذا البرنامج، أشكرك جزيل الشكر على حضورك. لك الشكر أستاذي، بارك الله فيك وفي معدين، وبارك الله فيكم. الله يسلمك، وتستاهل كل خير، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع إن شاء الله. جزاك الله خير. مشاهدينا الأعزاء، بهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة مع أبطال وضيوف جدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.